عرفة إجا يوس يفولكين دار ربي تبارك وتعالى يغدو تغليت الفوقت والسن 9 ذي الحجة أفتون حجاج صعيد عرفة باش هذا الدون يركن لي مقرن لي كان ركن العظام والحج إجا يوم عرفة من أسان لي فركينين لي تعظمين الشهر ذي الحجة غدين الإسلام أستاذ يقول سيس ربي تبارك وتعالى أشكو الفضل نصي مقور دا يقود شرف نس إن ربي تبارك وتعالى واليوم الموعود وشاهد ومشهود وكان اليوم المشهود التقان يوم عرفة كليس النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآيات وكان الفضل الغصد ويوم عرفة يوتي الفضل كوي تس غوص الجوز أشكون تان أغيون ربي تبارك وتعالى العهد الميثاق أختار وان آدم انتان أغيك من ربي تبارك وتعالى الدين يكمل قيس النعمانس النبي صلى الله عليه وسلم لومانس يجاي وس لغي تغفر ربي تبارك وتعالى الذنوب أغيس تعتق العبادة من النار إيجا أسل عيد قرن يولي تبددنين الموقف من عرفة الحجاج النبي صلى الله عليه وسلم يشرع يود يشكال السنتنس التيازوم واللوري اللي لغ الحج واللوري جن الحج دولوري بدنا صعيد عرفة أيازوم غصن إن جيس النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها أخرجه مسلم وكان أصنع عرفة أرتبدد الحجاج الصعيد عرفة أرت كان ربي تبارك وتعالى أرتكبان ربي تبارك وتعالى أرتوجه ربي تبارك وتعالى الدعاء أرتدعون ربي تبارك وتعالى أرتخشعن ربي تبارك وتعالى أن تقرب من ربي تبارك وتعالى أركي تروح تفوق غصن غصن هن ربي تبارك وتعالى اللي تباها العباد نس الملائكة اللي سنتيني هاد ينسي مقانينو وش كان داري التعباد اللي التعباد غصن اللي مقول ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.